بلسم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن سلس البول عند الأطفال مع ضيفنا الدكتور بشير جمعة، بورد أمريكي في طب الأطفال في مركز فيرست ميد لجراحة اليوم الواحد في دبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414، والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب بكافة متابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. نرحب بكافة الاستفسارات والاقتراحات والملاحظات. دكتور بشير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا دكتور بسام. يا محمد، شكرا طبعا لتلبية الدعوة. طبعا يوم أمس يعني أحد المستمعين أو المستمعات طلبت الحديث وتسليط الضوء على هذه المشكلة، سلس البول عند الأطفال. ونعرف أن سلس البول من المشكلات أو الاضطرابات التي يعني تصيب عدد لا بأس به من الأطفال الصغار، لكن البعض طبعا ربما تستمر لمرحلة زمنية أطول. دكتور، لو نعرف ما المقصود بسلس البول في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسلس البول، هو عبارة عن طرح أو إمرار البول بشكل إرادي أو لا إرادي في وقت غير مناسب. يعني نحن نعرف أنه المثانة حينما تمتلئ يذهب الإنسان إلى التواليت حتى يبول في التواليت، لكن في سلس البول ما يعني هذا الإدراك للتنبيه امتلاء المثانة، ثم تخرج الأوامر إلى الدماغ. الدماغ بيقول له أنت بتبول بالمكان المناسب، فهون هذا العنصر مو موجود، فيحصل الإمرار البول أو إفراغ البول بشكل غير مناسب ضمن الثياب أو ضمن الفراش. طبعا سلس البول ممكن يكون نهاري أثناء النهار أو ليلي. ممكن يكون طفل مر فترة نظف عليه وصار نظيف من موضوع البول وعاد ونسميه الثانوي، أو يكون من البداية حتى الآن، من يعني من كان هو صغير وحتى الآن استمر بطرح البول بشكل غير إرادي أو إرادي بدون ليس في المكان المناسب. نعم. فعمليا سلس البول هو عبارة عن يعني يتدخل فيه، إذا نريد أن نفهم حلقته يعني كيف يحصل سلس البول. نعم. بالعادة المثانة حينما تمتلئ تعطي أوامر، تذهب هذه الأوامر عبر النخاع إلى الدماغ أنني أنا امتلأت وأحتاج إلى أن أفرغ ما بي من بول. الدماغ بيعطي أمر أنك أفرغ هذا البول في يعني في الوقت المناسب. نعم. سلس البول يكون هذه الحلقة غير مكتملة، بمعنى أنه يصبح إفراغ البول في مكان أو بوقت غير مناسب. بالنسبة لسلس البول طبعا العمر المحدد له عادة غالبية الأطفال 80-90% من الأطفال بعمر 5 سنوات بيقدروا يتحكموا بالسيطرة على المثانة خاصة بالنهار. طبعا ممكن بالليل يكون العدد أقل شوي، لكن بال6 سنين بصير نسبة السيطرة على البول بالليل وبالنهار بحدود 95%. هناك 1% من الأطفال ممكن أن لا يستطيع السيطرة على البول حتى يصبح عمره ما قبيل البلوغ، عمر 10-14 سنة ممكن يظل. وهذه في حالات بتكون عادة القصة في قصة عائلية أو قصة وراثية. نعم. من الأسئلة طبعا كان الأخ محمد يسأل، هل العامل النفسي أو ما هي العوامل، هل العامل النفسي والخوف أيضا يؤثر على هذا المرض؟ نعم. لا شك أن سلس البول أو طرح البول له مثل ما قلنا نوعين بدئي، يعني هو من البداية، والثانوي يعني حصل ضمن ظروف لسبب من الأسباب. وتعتبر الأسباب النفسية من أهم الأسباب. مثلا الطفل اللي بيلد له أخ، ممكن الغيرة تدفع إلى أنه يشوف أهله عم يهتموا بالطفل الصغير، وخاصة الأم إذا كانت عم تهتم بالطفل الصغير وتعطيه عناية بالصغير الحفاضات وما شابه، يحدث بصير هو بيعمل سلس بول. لما مثلا بيغير الطفل البيت أو ينتقل إلى بيت آخر أو يكون في مكان آخر، فممكن يسر الدخول إلى المدرسة، أو أحيانا
الارتباط بالذهاب إلى المدرسة، أيضا المشاكل التي تحصل في البيت في العائلة كالخلافات أو الصراعات أيضا تؤثر. الطفل المضطهد يعني الطفل الذي يتعرض إلى معاقبة لا تتناسب مع خطأه، فهذا أيضا معرض أكثر ليصير عنده سلاس البول. فتعتبر العوامل النفسية من الأسباب الكثيرة في أن الطفل يرجع يصير عنده سلاس البول. طبعا إضافة للأسباب النفسية هناك أسباب عضوية يعني أسباب مرضية. فلو أن الطفل مثلا طفلي خاصة صار عنده التهاب بمجرى البول ممكن يصير فيه سلاس بول. الداء السكري معروف أنه بيشرب كثير وبيبول كثير أيضا ممكن يؤدي إلى سلاس البول. مشاكل الكلية، مشاكل الكلوية اللي بتأثر على خاصة إذا في مشكلة انسدادية أو بتكثيف البول كمان بتأثر. أحيانا الإمساك بحد ذاته كتلة البراز تضغط على المثانة فيصبح حجم المثانة صغير ويؤدي إلى سلاس البول. اضطرابات النوم، في أحيانا لما الطفل بيكون في عنده صعوبة بالنوم وخصوصا إذا في عنده ناميات أو انشداد بالأنف، فهون بيكون تنفسه صعب وبالتالي بيكون الدماغ ماله مرتاح فلا يستيقظ للأمر الذي صدر من المثانة أنه أنا امتليت وبحاجة فضي، فبيضل الشخص نايم لأنه كان أثناء نومه مو مرتاح كثير. فانسداد الطريق التنفسي بالناميات أو بالمفرزات الأنفية أيضا بيساعد بحصول سلاس البول الليل. طيب من الأسئلة أيضا ونذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب بكافة متابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. من الأسئلة التي وردت أيضا من الأخت إماراتية أعتقد الاسم، هل شرب القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين أيضا لها علاقة بهذه المشكلة أو تزيد بالنسبة التبول؟ لا شك أن تناول المشروبات يزيد كمية البول. أكيد كمية القهوة ما حتكون كمية كبيرة، كمية القهوة ممكن تعمل تنشيط في الدماغ، لكن الطفل لما يشرب مواد منشطة وبروح بينام بينام نوم أغمق يعني عميق أكثر، وبالتالي استيقاظه لما تمتلئ المثانة بيكون أقل. إذا الكمية ذات قيمة، فنحن عادة بنخفف السوائل من فترة قبيل النوم، والمنبهات إذا أخذت صباحا أو مثلا بوقت مبكر ونام الطفل يكون نومه أشد عمقا وبالتالي لا يستيقظ بالشكل المعتاد حينما تمتلئ المثانة. من الأسئلة، هل يمكن أن تزداد هذه المشكلة مع الضحك أو مع البكاء أو السعال؟ نعم، في حالة تدعى فرط فعالية المثانة، يعني المثانة بسرعة تتقلص بسرعة تنقبض ويمر البول وينطرح البول. هذه الحالة نجدها عند بعض الأطفال الذين مثلا أثناء الضحك تتقلص عندهم المثانة، أثناء السعال ممكن تتقلص عندهم المثانة، أثناء مثلا أحيانا المشي السريع ممكن أنه المثانة تتقلص. فهنا الحالة نسميها المثانة مفرطة الفعالية أو مفرطة الحركة، وبالتالي تتقلص المثانة عند حدوث محرر إلى كالضحك أو السعال أو العطاس أو الحركة السريعة. نعم. طيب لدينا دكتور بشير مثل ما ذكرت عدد من الأنواع بالنسبة لسلس البول، سلس بول نهاري أو سلس بول ليلي، وأيضا هناك سلس بول يعني مختلط. وللأسف أقول يعني عدم التعامل الجيد سواء في المدرسة إذا كان الطفل في المدرسة وفي البيت أيضا من قبل الأبوين أو أفراد الأسرة مع الطفل يزيد الطين بلة ويعني تزداد المشكلة. تمام. هلا هو يشكل سلس البول الليلي 75% على الحالات، أما النهاري ف 25%. هلا غالبا النهاري ممكن حالة نفسية أو حالة مرضية. ويجب استقصاءه طبعا، لأنه النهاري هو بالعادة لازم يكون أقل، فحصوله في النهار قد يكون أنه الطفل ماله مرتاح نفسيا أو مثلا شرب سوائل كثير. أحيانا يذهب إلى المدرسة ولا يستطيع أن يدخل إلى التواليت ويفرغ المثانة، ونحن لازم نعلم أطفالنا أنه يدخلوا كل ساعتين تقريبا على التواليت حتى
فرغ اللسان وخصوصا في المدرسة يحصل سلس البول. لذلك مثل ما ذكرت أن سلس البول النهاري ممكن أن يرتبط كثيرا بالمدرسة أو بالخوف أو بحالات تسببه. نعم. الجانب المضيء يعني أنه هذه المشكلة، هذا الاضطراب، هذا المرض له علاج، يمكن علاجه دكتور بشير؟ لا شك أنه طبعا سلس البول بالنهاية الطفل لما ينضج المركز المسيطر على المثانة حيروح ويزول نهائيا من الطفل، لكن خلال هذه الفترة وخاصة من عمر 5 سنوات فما فوق الطفل إذا نحن ما عالجنا أو ما انتبهنا إلى موضوع سلس البول نحصل على عدة مشاكل. المشكلة الأولى أن الطفل بيصير عنده عقدة نقص، يعني قلة الثقة بالذات، وبالتالي بتأثر على نفسيته. هلأ النقطة الثانية أنه أحيانا بعض أسباب سلس البول قد تكون مهمة بحيث أنه لازم نكشفها ونحددها وحتى ما تستمر. على سبيل المثال التهابات مجرى البول، فإذا نحن ما دخلنا وعالجنا ممكن تؤدي إلى التهاب في الكلية أو الحويضة وبصير في عنا المرض بيأثر على وظيفة الكلية. بعض حالات المشاكل الكلية، مشاكل الطريق البولي الانسدادية، يعني في عنا مشكلة أيضا تؤثر على وظيفة الكلية. لذلك نحن قلنا أنه لما يكون في عنا سلس بول هنقول بعض القواعد. سلس البول تحت 5 سنوات يمكن أن يعتبر عادي. سلس البول عند البنات أكثر بيكون من أسباب سلس البول عند البنات التهاب مجرى البول. فكل طفلة مثلا عندها سلس بول يجب أنه نعمل تحليل بول حتى نتأكد أنه ما في مشكلة، ونعمل ممكن بعض التحاليل الأخرى مثل السونار للبطن أو الالتراساوند إذا وجدنا في استطلاب. الذكور أقل إصابة بعد العمر 4 سنوات بالتهاب المجرى البولي، خاصة إذا عملية الختان مجرى. لما تكون عملية الختان غير مجرى بيزيد نسبة التهاب المجرى البول 10 أضعاف الطبيعي عند الذكر. طيب نعم عندي طبعا، آسف للمقاطعة، هناك من ينتظر على الخط. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم دكتور. يا مرحبا. مساء الخير دكتور وعلى ضيفك الكريم. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. أهلا. تفضل دكتور بشير يسمعك. دكتور بشير، أنا بس عندي سؤال بسيط. الحمد لله ما في أي إصابات أو شيء. عندي طفلين، طفل 4 سنوات وطفل الثاني 7 سنوات. الملاحظ عليهم بس أنهم ذهابهم للحمام نسبة قليلة جدا، يعني أحيانا تخصبهم غصب أو تجبرهم إجباري هذاك الوقت يلا يروحون للحمام، أو أحيانا يتمادون أنه يعني الطفل تعرف يلف ويدور دكتور أنه لا مش الحين مش كذا مش كذا، لين ما يطلع مكان ثاني مشوار ثاني هذاك الوقت يضطر يقول أنا يعني ودون الحمام. قلنا ليش ما قلت في البيت؟ في تعرف النفسيات كيف. فهل هل 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 في شيء الطفل يعاني منه او هل طريقه الضغط عليه بهالطريقه هي الصحيحه؟ وشكرا دكتور. شكرا لاتصالك اخي العزيز. تفضل دكتور. شكرا. نحن هذه الملاحظه كثيرا ما نشاهدها، يعني الطفل لما يغير مكان البيت او يطلع الى مثلا مطعم الى 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 مسجد ما يصير بحاجه الى التبول، لانه بهذا المكان طبعا هو في البيت باي وقت بأي وقت بيقدر يدخل إلى الحمام أو إلى التواليت. طبعا إلا الطلعة أو إلا الخروج إلى الحمام بشكل عادي ليست خطرة، وهي عادة تكون أن الطفل لا يتناول كثير من السوائل، وتستطيع الكلية أن تمتص الجزء الأكبر من الماء في البول، وبالتالي يتكثف البول وينطرح جزء قليل من البول وما بيطلع لبرا بشكل كبير. قولك أنه لما أنت تطلع مثلا لمكان آخر بصير الطفل عنده رغبة أنه يطلع لبرا، هي مرتبطة بتغيير المكان وأنه هون ممكن ما يجد مكان يطلع عليه على التواليت ماله موجود، فبصير عنده عنصر نفسي ارتكاز نفسي وبيحاول يقول للأهل أنه أنا أريد أنه أطلع على الحمام أو على التواليت، إما لتفكره بهذا الموضوع أو لأنه يريد أن يجلب اهتمام الأهل أو يعني يخليهم أكثر اهتمام فيه. نعم طبعا هاي سلوك من قبل بعض الأطفال، يعني حتى ليس فيما يتعلق بسلس البول وإنما أيضا في البكاء وغير ذلك. صحيح. دكتور نعم. نعم العرات أو غيره يعني. نعم. طيب من الأسئلة التي وردت عن طريق الرسائل النصية القصيرة 4006، السلام عليكم، هل من المهم التبول قبل النوم في الليل؟ نعم لا شك أن إفراغ المثانة
إفراغ المثاني ضروري جدا قبل النوم، ويجب أن يتعلم الطفل هذه العادة وأن يفرغ المثاني كاملا بوضعية القرفصاء. إفراغ المثاني بيكون أفضل إذا كانت الوضعية وضعية القرفصاء، لكن لو كان أنه يطلع التواليت الأفرنجي فذلك ليس ضرر، لكن يتعلم أنه يفرغ المثاني. في قصة معروفة أن سيدنا لقمان قال لابنه أفرغ المثانة بمعنى ولو كنت على ظهر الفيل حالما تشعر بذلك. هي هالقصة حقيقية، وأن إفراغ المثانة له فوائد كثيرة، من أهم أن الطفل بيرتاح من الألم وبيرتاح من التهابات البول وبيرتاح من سلس البول، ونفسيا بيكون أكثر ميل للارتياح. نعم، وطبعا حتى بالنسبة للكبار، لأن الركود البولية يعني عندما يعني نتأخر عن تلبية الحاجة للتبول فأيضا تؤدي لحدوث ركودة وتؤدي لحدوث التهابات وحتى ترسبات وغير ذلك، يعني فالأفضل طبعا تلبية. ومثل ما ذكرت هي المسألة أنه نتعود ونعود أطفالنا على آلية معينة، على طريقة معينة، تدريب أيضا يعني عضلات الحوض، هذا مهم جدا بالنسبة للذكور وبالنسبة حتى للإناث. نعم، أو زمانين في المدرسة وفي قبل النوم ضروري نعلم أطفالنا أنه نحن في المدرسة يبول بشكل صحيح. نعم، طبعا في المدرسة للأسف دكتور يعني في بعض الحالات يعني الهيئة التدريسية المدرسين لا يفهمون، يعتقدون بأن الطفل يعني يضع مبرر للخروج إلى الخارج، وهو بيكون بحاجة فعلا إلى الخروج إلى الحمام. طيب دكتور، العلاج الدوائي لوحده لا يكفي، فلا بد أن تكون الخطة متكاملة وأن يفهم الأبوين وأفراد الأسرة، تحديدا الأبوين يعني ليست فقط الأم، الأبوين كيف سيتم التعامل مع هذه المشكلة داخل البيت ليس فقط من خلال الدواء. نعم، كما ذكر الدكتور بسام، هو لازم نحط الأدوية في الصف الأخير للمعالجة. لا بد أن نلجأ إلى طرق كثيرة ممكن متوفرة متاحة للأهل قبل الأدوية. من هذه الطرق أنه نحن كما ذكرنا أنه نحن الطفل يبول بشكل جيد قبل النوم، ونقلل عنده السوائل. هناك بعض الأطعمة أعطاء للطفل قبل النوم يجعل الكلية تمتص أكثر الماء، وبالتالي تقل كمية البول في الليل ويعني يزول سلس البول الليلي. من هذه الأطعمة البسيطة مادة الترمس، فالترمس لو وضعنا له قليل من الملح أو الكمون يصبح يحرض إفراز مادة في الجسم اسمها الهرمون المضاد للإبراز. نعم، هذا المادة تؤدي إلى امتصاص الماء من البول، وبالتالي يخف كمية البول بالليل وما بيعود في عنا سلس بول. مثل حكاية أيضا مادة الخس الأفرنجي أو الكرفس أو الكرف، الأسماء المختلفة له. نعم، دواء هو كمادة خضر أو كزيت الكرف أيضا يؤدي إلى تحسين امتصاص الكلية للماء، وبالتالي يقل كمية البول بالمثانة، ويمكن الصبح الطفل أن يذهب إلى ذلك. من الأشياء الأخرى أنه نحن نستخدم الطفل يستيقظ بعد ساعتين من النوم أنه يفضي المثانة مرة أخرى حتى ما يجمع البول طوال الليل، ويؤدي بالنهاية إلى سلس البول. من الأهم الوسائل الحافز. نعم، فالطفل حينما يكون لديه مثلا على سبيل المثال لديه مشوار هام صباحا، وهو ما بالعادة بيستيقظ بهذا الوقت، لكن وجود هذا المشوار سواء إلى نزهة أو إلى حديقة أو إلى مطار نجده يستيقظ في هذا الوقت. ونحن الأصل أنه نحفز الطفل أنه يصير عنده حافز أنه لما تنتهي المثانة وتعطي الأوامر إلى الدماغ أن يستيقظ. كيف نعمل هذا الحافز؟ نعم، أولا نثني عليه كثير إذا كان هو بدأ يتخلص من سلس البول أو بدأ يصير عنده ينضف بالليل من البول. ثاني نقطة، نضع مثلا قرب الطفل شيء نفيس عليه يمكن أن يتخرب أو ينتزع إذا بال الطفل. فالطفل لما يضع شيء بالقرب منه كلعبة مثلا، إذا كانت بنت أو ككتاب أو صورة لها شخصية، يصبح عنده حرص أن لا يجعل هذا الشيء يتلوث في البول، فيصبح متأهب للاستيقاظ أكثر. عدا عن ذلك طبعا، عدا عن هذه الطرق اللي نسميها طرق التحفيز، هناك طرق أخرى ممكن أنه معروفة بالمجال الطبي. منها الجرس الرنان. الجرس الرنان مزعج لأفراد الأسرة،
أن الطفل أول ما يبول طبعاً بيعطي صوت بيستيقظ الطفل، لكن بضل سيف سليم. فلو كان أنه ممكن نطبق طريقة الجرس الرنان اللي أنه أول الطفل ما يبول طبعاً بيعطي الصوت، ومرة على مرة الطفل بيصير بيتنبه بمنعك الشرطي قبل ما يفرق البول. هي الطرق اللي نحن بنلجأ لها بدون أدوية. الأدوية تتبع العامل. فلو كان مثلاً الكلية تكثيفها للبول قليل، يعني هي ما عم تكثف البول بشكل جيد، ونحن هذا بنعرفه من خلال فحص البول ورؤية أن كثافة البول خاصة على الريق الصباحية قليلة، بمعنى أن الهرمون المضاد للإبرار إفرازه محدود شوي، فيمكن إعطاء هذا الهرمون لتخفيف كمية البول في الليل. طبعا إعطاءه بيحسن، لكن لما نقطع ممكن يرجع ويعود. لو كان أن السبب نفسي، يعني الشخص مثلا أو الطفل لديه توتر نفسي، لديه قلق، لديه ظرف نفسي معين، فهنا ممكن استخدام بعض أدوية مضادات الاكتئاب. لكن أيضا مضادات الاكتئاب لها سايد افكت، وأحيانا يكون السايد افكت في خطورة على الطفل. طبعا في أدوية حريصة منها جيدة يمكن أنه تفيد بحالات لما يكون في عنا فعالية المثانة، يعني المثانة متشنجة وعنا نحن تقلص عم تتقلص بالمثانة، فممكن أن نعطي بعض الأدوية التي تؤدي إلى استرخاء أو توسع بسيط في المثانة حتى يرتاح الطفل. لما يكون عنا نحن أنه مركز الدماغ، المركز اللي بالدماغ المسيطر على المثانة لم ينضج بشكل كافي، فيمكن إعطاء بعض الأدوية المنشطة للمركز الدماغي حتى يصبح هناك استيقاظ في الليل عندما يخرج أمر من المثانة أو تنبيه من المثانة أنه امتلأ. فإذا الأدوية حسب تعطى حسب الحالة، ويمكن إشراك أكثر من دواء. طيب، في هناك عدد من الأسئلة، منها طبعا يعني جاوبت عنها التأثيرات الجانبية. رسالة تقول: عندي طفل أو طفلة 9 سنوات، طبعا لديه أو لديها تبول ليلي. السؤال: هل كيف نعرف إذا كانت الإصابة عضوية أم نفسية، وإذا كانت عضوية ما العلاج؟ أنا أنصح أن كل طفلة عمرها فوق 5 سنوات لديها سلس بولي بدئي أو ثانوي أن نجري تحليل بول، فهو إجراء بسيط وسهل. ننظر بتحليل البول إلى عنصرين: عنصر هل هناك في التهاب، هل هناك مخرشات للمثانة، أو هل هناك ضعف بتكثيف الكلية للبول. فالتحليل يجرى طبعا على الريق قبل تناول الماء. فالأخت اللي تسأل، أول خطوة نحن نعمل تحليل البول. لو وجدنا التهاب بمجرى البول بسيط عادي، يعني التهاب مثانة، يمكن أن نعالجه. لكن لو وجدنا التهاب شديد، يمكن أن نتبع تحليل البول بتحليل أو استقصاءات أخرى، ممكن أن تتضمن الألتراساوند للبطن أو الإجراء الصور المناسبة للجهاز البولي، سواء أثناء التبويل أو بالطريق الراجح، يعني حسب الحالة. نعم. فأول خطوة إلى نحن نعمل تحليل بول لهذه الطفلة التي عمرها 9 سنوات على الريق بدون تناول الماء، ثم ننظر إلى الكثافة وهل هناك مخرشات في البول كالحموضة أو الرمال، أو أن هناك التهاب بمجرى البول. يعالج السبب حسب الموجود بالتحليل. نعم، دائما المعالجة السببية، دائما في الطب المعالجة السببية وليست عرضية. والسؤال: هل يمكن أن يعني بعد الشفاء أن يعود سلس البول مرة ثانية؟ طبعا كثير من الحالات ممكن ينكس سلس البول، إما لأن السبب عاد كالتهاب البول، نعم، أو لأن الظرف النفسي عاد، أو لأن حصل مثلا تناول كمية كبيرة من السوائل، أو صار إمساك. يعني هذه الأسباب التي تؤدي إلى سلس البول. لكن النكس موجود، إنما الشفاء أسرع بيكون عادة. المرة الثانية بيكون الشفاء أسرع وبتحسن بشكل أسرع. نعم، طبعا هذا النصيحة الأخيرة دكتور، ونتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع، وتحديدا أيضا بالنسبة للأطفال. النصيحة الأخيرة. نعم، النصيحة الأخيرة، أولا نحن كما ذكرنا أنه نشجع الطفل على التبويل قبل النوم، وأن يبول بشكل جيد في المدرسة. كل طفل أو خاصة طفلة عمره فوق 5 سنوات لديه التهاب مجرى بولي، يفضل إجراء تحليل بول، ويفضل الانتباه إلى موضوع
نظافة المنطقة التناسلية، أن يكون التنظيف من الأمام إلى الخلف، أن نكافح الإمساك، أن نعطي الخضار، أن نعطي تحفيز نفسي للطفل، يكون فيه مدح وثناء على الطفل إذا بدأ بعملية التخلص من سلف البول. نعم طبعا، لأن العنف اللفظي أو حتى الجسدي طبعا هو ممنوع وغير جائز نهائيا، يعني لا أخلاقيا ولا حتى قانونيا، لكن هذا وأيضا التوبيخ لا يجوز، لأنه هذا يزيد الطين بلة بالنسبة لمثل هذه الحالات، وأيضا ربما يدخل الطفل في اضطرابات جسدية ونفسية أخرى يعني. فنتمنى دائما أن نتعامل بشكل جيد وأن نتفهم المشكلة مع الأطفال، لأنه دائما نقول الدواء لوحده لا يكفي، لابد من أن يكون هناك دعم اجتماعي ونفسي، وخصوصا ضمن أفراد الأسرة ومن الأبوين، تحديدا بالنسبة لهذه المشكلات ومثل هذه المشكلة التي يعاني منها عدد لا بأس به من الأطفال. كل الشكر للدكتور بشير جمعة، بورد أمريكي في طب الأطفال في مركز فيرست ميد لجراحة اليوم الواحد في دبي. دكتور بشير، شكرا جزيلا لهذه المعلومات. شكرا دكتور بسام، وشكرا للمستمعين، وإن شاء الله صحة والجمال والهنا والعافية للجميع. شكرا.